وعلى الجهات الرقابية تفعيل القوانين التي تعاقب إساءة استخدام تطبيقات التواصل. أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة على منصة بالعربي. يصنفون أنفسهم مشاهير، أو هكذا تسرب لأذهانهم، لكن الحقيقة المرة التي لا يريد هؤلاء أن يعرفوها هي أن الشهرة الغير مرتكزة على المحتوى الإبداعي والمعرفي هي حالة مؤقتة ستتلاشى مع السراب، وأنها حالة مرضية ومعدية. لقد تحولت وسائل التواصل الاجتماعي لوسيلة لإشباع الرغبات ومساحة زائفة لمرضى متلازمة الشهرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وباتت مساحتهم داء يلوث بيئة الوعي الإنساني من خلال نشر محتوى هابط، بينما المواضيع ذات المحتوى المحمل بقضايا الإنسان وهمومه وتطلعاته لا يقربها أو يناقشها أحد. تطبيقات التواصل الاجتماعي فتحت أمام الجميع المساحة دون حدود ليعبر كل فرد عما يريد وماذا يفكر، بعد أن كان محاصرا بخيارات محدودة مثل الصحف والمواقع الإلكترونية. ومع ظهور هذه التطبيقات انتشر وباء إلكتروني فتح الأفق واسعا للمصابين بمرض الشهرة ليخرجوا من جحورهم. هذا المرض قديم، لكن مع ظهور تطبيقات التواصل الاجتماعي وجد هؤلاء المرضى مرتعا خصبا لبروزهم. هذه الفئة تدعي الثقافة والمعرفة وتبحث عن الشهرة بأي ثمن وأي أسلوب حتى على حساب أجسادهم، ويسلكون كل الطرق الملتوية للوصول للشهرة مهما كانت الكلفة وأثرها على مجتمعاتهم. وعلى قاعدة ابن خلدون أن الشعوب المقهورة تسوء أخلاقها، كذلك الفراغ الفكري والواقع المر والحرب والبؤس وانتشار البطالة حفزت أشخاص يعيشون حالة عزلة لا يستطيعون مواجهة المجتمع الواقعي والتعبير عما يريدون. أتاحت لهم تطبيقات التواصل فضاء رحبا لنشر ما ينتقونه من المواضيع الحساسة التي تعارض مجتمعاتهم مناقشتها، ليحدثوا حالة جدل على مواضيعهم وهم يدركون أن الألسن ستلوكهم بين مؤيد ومعارض عبر تعليقاتهم. تبدأ هذه الفئة بطرح القضايا مثل الجنس والدين بطريقة مشاكسة واستفزازية، وأحيانا يتناولون بعض القضايا بطريقة خادشة للحياء دون علم أو معرفة أو بغرض البحث عن حل لقضايا تهم مجتمعاتهم. وعند البدء بالخطوة الأولى يستعين بنشر مقال أو نص شعري أو صورة تحدث جدل لينهال عليها المعلقين بين مؤيد ومعارض في تفاعل يشعر فيه صاحب المنشور أو صاحب المدونة بأهمية ذاتية تغرر بنفسه بمسؤولية قد توصله للاعتقاد أنه قادر على التغيير والتأثير، ويسيطر عليه إحساس بأن الآخرين ينتظرون رأيه أو ما سيقول أو يعقب في منشوراته، وأنه قادر على إدارة عقارب الساعة بنصف فكرة وربع وعي. بفكره يغير خلالها مجرى التاريخ ويصنع الحدث من خلال صفحات التواصل. البحث عن الشهرة أصبح مرض، أو متلازمة الشهرة إنجاز لنا أن نسميه، وهذا المرض يحقق لصاحبه رضا ذاتي وقناعة بأنه مدار بحث الكثيرين. تطبيقات التواصل الاجتماعي لا تؤسس لقيم تدوم، وما ينبغي علينا معرفته أن الخواء والفراغ وأزمة اللاوعي تستفحل وتستبد بالذاكرة الجمعية، وفي كل المحاولات تصنع أصناماً وتمنح مرضاها ضوءا زائفا للظهور، ويساهم أصحاب الردود المؤيدة والمعارضة في صنع هذه النجومية الوهمية، حيث تتحول الشهرة إلى هوس حقيقي وتدخل الباحثين عنها بحالة من الاكتئاب الشديد.
شخصت طبياً بما يسمى اضطراب ثنائي القطب، وفي هذه الحالات يجب استشارة أخصائي نفسي للتخفيف من هوس الشهرة الذي يدفع الضحايا من الشباب لبناء الأحلام الوهمية الافتراضية. يذهب البعض لاعتبار هوس الشهرة داء يفتك بأصحابه كونه مبني على حب الذات، ويجر صاحبه لتقديم كل ما يعتقده دون وعي ليجذب الانتباه بأي طريقة. ويتحكم هوس الشهرة بصاحبه ويضخم فيه الأنانية ويخلق له صورة غير واقعية وحياة مزيفة. يعتبر علماء النفس أن لفت الانتباه حاجة نفسية غريزية لا تختلف عن الحاجات البيولوجية والجسدية والحاجة العاطفية والاجتماعية، لكن إذا أصبحت الرغبة جامحة في حب الظهور تأخذ منحى مرضي، ويحتاج صاحبها لاستشارة نفسية من أطباء الاختصاص. يصطدم المجتمع يومياً بممارسات مخلة لدرجة أن البعض أصبح يتنافس بتقديم محتوى مخل وهابط من أجل الشهرة وجمع المتابعين له. وأصبحت المحاكم مليئة بقضايا محاكمة فتيات ونساء بتهم أخلاقية ومخالفة للقانون ومسيئة لقيم المجتمع في تطبيقات التواصل الاجتماعي. هذه التطبيقات أتاحت الأدوات اللازمة لنشر الإبداع، لكن مرضى الشهرة هم من يستغل هذه الأدوات لتحقيق انتشار بمحتوى مبتذل. إن معالجة ظاهرة انتشار مرضى الشهرة لا يقترن بحجب تطبيقات التواصل الاجتماعي، بل أن المحتوى الإيجابي يطرد المحتوى السلبي، وعلى الجهات الرقابية تفعيل القوانين التي تعاقب إساءة استخدام تطبيقات التواصل. كذلك الأسرة شريك للسلطات في هذه المهمة من خلال ممارسة الرقابة على أبنائها ومراقبة المحتوى الذي ينشروه وتقييد الوقت الذي يجرفهم إطالته بمتابعة تطبيقات التواصل لهذه الأمراض. كنت معكم محمد أبو أعمر.